هذه تشكيلة المنتخب المصري، نفس التشكيلة في المباراة الأولى. محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد المحمدي رقم 3، محمود علاء 20، واللاعب أحمد حجازي 6، أيمن أشرف رقم 12، وسط ملعب طارق حامد 8، محمد النني 17، محمود حسن تريزيجيه 7، وعبد الله السعيد رقم 19، محمد صلاح 10، مروان محسن رقم 9. 4-2-3-1 للمكسيكي خافيير إيجاري، اللي طبعا يضع النهارده أمال كبيرة. وحكم لقاء اليوم فيكتور جوميز الجنوب أفريقي مع سيوالا مساعد أول أيضا من جنوب أفريقيا، وسوين مبوي نغلق ملف عمرو وردة ونتجه نحو هذه المباراة. كان مع 6 منتخبات في 9 بطولات. كرة خطيرة، تسديدة، أول اختبار هنا، كرة من الخطير تريزور مبوتو أمام نهول شابيه. وعلى فكرة كلون لوروا في بداياته وانطلاقاته بأنه سيبوي ديمقراطية، كرة تانية مشكلة. محمد صلاح في مسجل يبعد أيها أشرف، كرة خطرة جدا من جانب، ما جاتش الكرة، فرصة وهدية أمامنا هي وصلت لمحمد صلاح. وأول كرة بص أمامنا هنا يا ولد على اللمسة والساند على طول هنا من جانب طارق حامد، العب لصلاح في المساحات وخلي صلاح يسجل ويتألق، لكن أمامنا هو استلم وفاول جنوب أفريقي. وأول فرصة ولعب باكومبو سريع، باكومبو أيمن أشرف وطارق حامد جاي، ولكن على طول المرة دي محمد النني وطارق حامد في اللقطة الماضية، والحماس ما بين اللاعبين والعتاب في الكرة الماضية، كرة اللاعبين تحذير اللاعبين، كرة على طول ملعوبة على القائم الأول، وترتد الكرة من اللاعب اللي كان متقدم، اللاعب تيسيرو أمامنا، كرة ترتد من القائم وهدف ضائع في هذه اللقطة. هذه كرة الهدف الأول لمنتخب الكونغو في الأهل خالص، الصبر وصل وين. الكرات العالية، البحث عن هدف، جول 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 جول، أحمد المحمدي جول، أحمد المحمدي، لسه بنحكي عن المحمدي والبطولات والألقاب، فيأتي هدف المحمدي اللي سجل هدفه الدولي الخامس، كان قد سجل في مرمى بنين في عام 2010، وفي كوت ديفوار كان أيضا سجل في 2000 طبعا الأداء المميز، وأسواتيني، وسجل في مرمى تنزانيا، وأيضا كان من النجوم اللي بيسجلوا بقى حضورهم القوي. أدي ركنية من جانب محمد صلاح، وادي الكره هو اللي تعبت وصيانه اللي عمل هذا السعيد وصلاح راسيه المحمد يندم في الدقيقه 4، نجم محمد صلاح في هذه المواجهه، محمد صلاح يسدد، ولكن اراها كويس حارس المرمى الحارس ماتنبي، كرة محمد صلاح في منتهى القوة في اللقطة الماضية، كرة العالية مبدا والصراع، لكن يبدو أن هناك خطأ، والكرة طبعا لصالح المنتخب الكمبوني. واحد لا شيء، هذه كرة محمد صلاح، الفاول والتوقع رائع من حارس المرمى، الحارس ماتنبي طبعا بعد الحارس روبرت كديابا، وقبل كده الحارس نور اللي حاضر، التشجيع البوفوتزيلا، تعدي الكرة، تعدي الكرة أمامنا أهو، بيتقدم مدافع فولفسبورج الألماني أمامنا أهو، لاعب تيسيرون، كرات الخطيرة العالية اللي بتتلعب باقتدار الحقيقة من جانب تريزور مموتو، وتعدي كرة من هنا في 2013 خلال مشواره الدولي في هذه البطولة. باكومبو مش ممكن، العارضة للمرة الثانية، كرة خطرة جدا، الكرات العالية بتعمل لنا مشكلة، الكرات العالية بتعمل لنا مشكلة أمامنا هو بورينجي في اللقطة الماضية، محمد صلاح في الفاول، ومحمد صلاح في ركلة الجزاء اللي لم يتحصل عليها. أدي تريزيجيه في مشوار، واحدة لصلاح، مهارة تخلص، مهارة تحسم، مهارة هنا ومهارة هنا، عملها محمد صلاح، المهارة، ومحمد صلاح في هذه الغارة، غارة على مرمى الكونغو الديمقراطية، يأتي بها تريزيجيه، يا ولد يا تريزيجيه على التمريرة، ومحمد صلاح يسجل هدفه الرائع، هدفه رقم 40 في مشواره مع المنتخب الوطني. أمامنا هنا الأول هدف لمحمد صلاح في هذه اللقطة، في هذه اللحظة، منتخب الكونغو الديمقراطية، منتخب الفهود، يجري جري الوحوش، لكن غير رزق.